طيب نكمل بقى مع حضراتكم دلوقتي ونروح لأخبار الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة في النادي الأهلي مع زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم مراسلة قناة الأهلي من مقر النادي بالجديدة. تفضلي يا هنا، صباح الخير. يا صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. من مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنقل لكم آخر أخبار النادي. في البداية طبعا خلوني أنقل لكم الأجواء داخل النادي. يمكن بالفعل الأعضاء بدأوا التواجد في النادي، درجة الحرارة دلوقتي 19 والكل الأعضاء المتجهين للنادي الأهلي بمقر بالجزيرة. الحقيقة أنه في ازدحام مروري على كوبري قصر النيل، لكن في سيولة مرورية جيدة على كوبري 15 مايو. طبعا النهاردة مقر النادي الأهلي بالجزيرة بيشهد على اليوم الثاني على التوالي وكمان اليوم الختامي للجمعية العمومية السنوية. والحقيقة أن كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان حريص امبارح أنه يجي النادي ويتفقد اللجان والأجواء بداخلها. ننتقل بقى دلوقتي لأخبار الفرق الرياضية، وهبدأ طبعا بالفريق الأول لكرة القدم. امبارح تم التعاقد مع اللاعب أحمد رمضان بيكهام، لاعب طبعا وادي دجلة لمدة 5 سنوات. الحقيقة أن اللاعب كان صرح للموقع الرسمي للنادي الأهلي بأنه سعيد جدا من الخطوة دي وأنه رجع تاني لبيته الأولاني ونادي قرن النادي الأهلي. ده طبعا لأن اللاعب بيكهام كان أصلا من ناشئي النادي الأهلي. إن شاء الله هينضم النهاردة للتدريبات الجماعية للفريق طبعا بعد إجراء المسحة الطبية والإطمئنان على سلامة اللاعب. والحقيقة أن الفريق الأول لكرة القدم طبعا مستمر في المعسكر المغلق حتى مباراة النهائي اللي هتكون يوم الجمعة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. والحقيقة أن حديث الأعضاء هنا في النادي وكمان حديث كل الأهلوية هو عن المباراة النهائية، وإن شاء الله إحنا واثقين في فريقنا وإنه إن شاء الله هيقدر يحصل على البطولة التاسعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا. هننتقل بقى للألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة اليد. النهاردة هيكون في مباراة لفريق رجال كرة اليد. المباراة هتكون أمام نادي البنك الأهلي الساعة 4 العصر في طبعا ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين. حابة بس أذكر مشاهدينا أن الحقيقة فريق سيدات كرة اليد، عفوا فريق رجال كرة اليد عامل أداء قوي، يعني هو الحقيقة ترتيبه الأول في جدول الترتيب. بنتمنى أن هم يكملوا على نفس المستوى ده ويقدروا يحصلوا على البطولة زي ما عودونا كالمعتاد. ننتقل بقى للعبة كرة السلة. والحقيقة أن الاتحاد المصري لكرة السلة قرر يومين 17 و19 ديسمبر المقبلين كموعد لمباريات دور الثمانية للدوري المرتبط. المباراة هتكون بين نادي الأهلي ونادي الزمالك، لكن لسه لم يتم تحديد الملعب بعد، لكن طبعا هيكون في أرض محايدة بين الفرقتين. كمان قرر الاتحاد المصري لكرة السلة يوم 8 يناير القادم يكون موعد لمباراة نهائي السوبر هتكون بين الأهلي والاتحاد لموسم 2020. برضو طبعا احنا واثقين في فريقنا وانه ان شاء الله هيقدر يفوز في جميع المباريات. دي الاجواء داخل النادي وكمان اهم اخبار الفرق الرياضية. انا معاكم يا كريم ويا نهواند، لو حابين تستفسروا عن اي حاجة العودة ليكم مرة تانية. نشكرك جدا يا هنا، واحنا كمان واثقين في فريقنا وواثقين ان هو هيفوز باذن الله في كل المباريات. شكرا ليك زميلتنا العزيزة.